إلى مديرية الملاحة التجارية ووزارة النقل واللوجستيك عن البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بالنسبة للمسافرين على متن السفن بعد استئناف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا. أعلنت الوزارة أنه بالنسبة للأشخاص الذين سيغادرون التراب الوطني على متن البواخر فيجب عليهم التوفر على جواز التلقيح ساري المفعول، ومن أجل ولوج التراب الوطني يجب على المسافر تقديم البطاقة الصحية للركاب يتم تنزيلها من الموقع الرسمي لوزارة الصحة وجواز التلقيح أو نتيجة اختبار PCR سلبي لا يتجاوز 72 ساعة.